بيكم هذه ديمانش بلوس راديو ميد، كنا نسمع كيفيق بك الدهر يا مزيانة صادق تري، ولكن بإعادة توزيع ضيفنا وأداء وغناء ضيفنا اللي بحذنا شوقي فكر. مرحبا بك مرة أخرى. عايشك وهيك عايشك، شكرا لك على حضورك، فرحانين برشا اللي انت معنا. وانا زادة شعور متبادل. اليوم نحكيه على الطابع الغنائي اللي ينجم يتغير، معناه الكلمات تبقى هي ولكن اللحن والتوزيع والأداء يواكب المرحلة هذه، يواكب الوقت هذا، يواكب الاكتواليتي. هذاك اللي قلت لي عليه انت قبيلة شوية، دايوغ قلت لي اليوم نجمو نعطيو روح جديدة الأغاني من تراثنا، أغاني من تاريخنا، أغاني تونسية. دايوغ هذا اللي قاعد تخدم عليه. وي أكيد، التوزيع الجديد للغناء يعطي روح أخرى ويعطيها عمر جديد. نجم تتنسى، نجم تعد عليها الوقت، نجم بحكم الزمان كي يتعدى نجم تتنسى انه اللي احنا كعرفان بالجميل للناس اللي قبلونا اللي سبقونا، او كان نعملوا توزيع توزيع جديد، نجيبوا آلات جديده، نعطيوا روح جديده للغناء. هذا يقعد ديما راهو ديما في اطار العرفان بالجميل. هو صحيح الكلام اللي انت تقول فيه وانا معك وموافقك، ولكن اليوم كي نحكيه على قمه كبيره الراحل صادق ثري، ريبرتوار اوسي ريش، واليوم سي مسؤوليه زاده في نفس الوقت، اكيد مسؤوليه وخوف. توا والله ساعات كي تكون في حفله معينه، كي تكون في في ان بلاتو معين ريبريز، نجم تتعدل، نجم المستمع يسامح، نجم الجمهور يسامح، ولكن دو فير معناها كوفر كاريمون لو بوبلي والكل سي مسؤوليه معناها. وي مسؤوليه، ما مش مسؤوليه، مسؤوليه انك تخمم في كل تفصيل في الغناء، في كل حرف، في كل كلمه، في كل جمله موسيقيه قالها يلزمك تاديها بامانه، تاديها بروح، تحاول تحط شخصيتك من غير ما تتفسخ انت كفنان. هاكا يعني نحطوا شخصيتنا ونحطوا جملتنا ونحطوا الاجتهاد نتاعنا في اطار، في احترام اللحن نتاعو والكلمه نتاع مولاها بالطبيعه، اللي يقعد هذاك هو ديما الريفيرونس والمرجع. واليوم حسب رايك قداش مهم انه الفنان يكون عنده ثم الموهبه، ونامنوا طبعا بالموهبه في جميع المجالات منهم المجال الفني والغنائي، ولكن اليوم التكوين في المجال انه الانسان يكون متكون، يكون عمل باغ اكزومبل كونسيرفاتوار، يكون معناه تلقى دروس ابجديات المهنه، قداش هذا مهم بالنسبه للفنان؟ وقد فاش يعاونوا في الاختيار كي يقعد مع الملحن ويقعد مع الموزع ويقعد على الكلمات، يكون الحوار سلس اكثر، فاش يعاون بالضبط في اي مرحله يقول الحمد لله انا عملت هذا؟ والله التكوين الموسيقي مهم جدا، مش مهمك هو، لانه يخليك تفهم لغه الموسيقى، لان الموسيقى لغه كيما الفرنسي كيما الانجلي، عندها حروفها، عندها اصولها، عندها علمها. فالتكوين الموسيقي هو اساسي، انا نشوفه اساسي لاي انسان يحب يدخل للميدان هذايا، خاطر يخليك تفهم اللغه نتاع الملحن، يخليك تفهم اللغه نتاع الموزع، تفهم الالات، تفهم السلم الموسيقي، تفهم المقامات، تفهم الايقاعات، ويخليك تفهم شنو اللي قاعد يصير، ما غير ما تقعد هكا ماك فاهم شيء. الموهبة أساسية راي، ولكن الدراسة هي اللي تسقلك الموهبة هذيك وتخليك تتمكن من الشيء اللي تعمل فيه. يعني حابة ذا زوز مع بعض، أكيد حابة ذا زوز يكونوا مع بعضهم يسهلوا كما قلت أنت هيك الأشياء اللي ساعات راهو فقد الموسيقيين أو النقاد في الموسيقى أو المختصين في المجال الموسيقى، هما اللي نجموا معناها كما نقولوا احنا يسطروا عليهم هكا ويقول هوني كانوا عمل هكا، هوني كانوا عمل هكا. دونك هذا كله مهم، خاطر اليوم مثلا كي نحكيوا على افلام، الافلام اون افون بروميير سي النقاد اللي يجيو، سي المخرجين، سي لي سيناريست اللي يجيو، وايضا حتى الفنانين كو سوا احنا هوني في ليميسيون ولا في مكان اخر، نجم شكون يسمع هو مختص في المجال هذاك وعنده ذوق في المجال هذاك. دونك هوني تاكد لنا انه التكوين مهم جدا وعنده اضافه في الاغنيه وعنده اضافه في الطابع حتى المستمع العادي. راهو اليوم المستمع التونسي عنده من الباك جراوند نتاعو انه نجم يعرف يقول لك والله هذاك محلاه، فهمتني؟ يقبل 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 اي وي
ويحس راه المستمع اليوم يعرفك اسكو انت متمكن ولا ماكش متمكن. انت قاري ولا ماكش قاري موسيقى. صح. الموهبه اساسيه ديما نقول لك راهي الموهبه اساسيه، ولكن في نفس الاهميه نتاع الدراسه نتاع الموسيقى. طيب معك انت شنو نجمو هكا ناخذوا قبيلة سمعنا الغبريز والكوفر، شنو نجمو نسمعوا هكا؟ والله اليوم جبت لكم جديد اغنيتي حياتنا كلماتي والحاني توزيع سيكو، نوجه له تحيه من هنا، وصورناها فيديو كليب في نابل. حبينا هكا نوريه واش عندنا في بلادنا محلاها مزيانه، الوطن القبلي وتونس كلها هي مزيانه راهو. وحبينا نوصلوا ميساج من الغنية هذه اللي راهو ديما فما امل، ديما فما امل. الغنية هذه جات بعد تجربه نتاع كورونا عامين، مرض حاشاكم برشا مشاكل، حبينا هكا روديماريو بعد الكورونا بميساج نتاع امل، نتاع يعطي امل للعباد. راهو مازالت الدنيا محلاها، راهو حبوا بعضكم، فهمتني؟ راهو الحب تريز امبورطون، مش كان الماده كهو هاك تشوف الحياه والمرض وكذا يخليك تراجع نفسك، تراجع الشيء اللي من داخل، تقول والله الحب محلاه، مش كان الفلوس، مش كان الماديات، فما الكوتي احساس هذاك يلزمنا نتلهو به اليوم. صح. اللي بعدنا عليه شويه، هذاك اش حبيت نقول في الغناء. في الغناء هذه حياتنا. نسمعوا حياتنا مقطع صغير ونرجعوا نكملوا حوارنا مستمعينا.